جدد المشاركون في ندوة جنيف السويسرية تضامنهم مع القضية الصحراوية التي اتخذت كحالة تجسد بشكل واضح خروقات المحتل المغربي، حيث تم التشديد على أهمية تطبيق الحق في تقرير المصير والاستقلال كحل وحيد لقضايا تصفية الاستعمار. من المهم جدا أن تكون متابعتنا مستمرة للانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الصحراوي وضد حقوق الإنسان والقانون الدولي، ونحن هنا لإعادة تأكيد دعمنا الكامل وتضامننا مع الشعب الصحراوي في الوقت الذي نتابع فيه انتفاضة الشعوب، وأقصد بذلك الشعب الفلسطيني. غالبا ما تكون حالة اللاجئين نتيجة للنزاعات المسلحة والانتهاكات لحقوق الإنسان، لذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة أن تركز على الأسباب. والقضية الصحراوية أقدم مستعمرة في العالم تنتظر الحل. كما شكل لقاء جنيف موعدا لتقديم التقرير السنوي حول الخروقات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. يتمثل نشاطنا في مواصلة دعم الشعب الصحراوي والدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، كما نعمل على تطوير الشبكة الفرنسية الداعمة للقضية الصحراوية. هذا التقرير كان نتيجة أو ثمرة اشتغال مجموعة عمل من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالإقليم المحتل، وهذه المجموعة بدأت عملها مباشرة بعد استئناف الحرب، أو ناردنا القول بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار. انتهاكات الممنهجة تم حصرها من طرف فريق العمل هذا، وأحيلت إلى متعاونين ومتضامنين صحراويين كمنظمة نوفاكت وأكابس، والذين أشرفوا على تحليل هذه المعطيات وإصدار هذا التقرير. هذا وأكد المشاركون في ندوة جنيف حول حقوق الإنسان سيادة الشعب الصحراوي على أرضه وثرواته.